بسم الله الرحمن الرحيم. جيل العابدين سويسي، المدير العام لشركة تسمين جاردن، مختصة في تهيئ الحدائق والشجر. والحمد لله جينا هذا النهار فرحنا هاد التلاميذ وفرحنا معاهم، الحمد لله لقيناهم يعني عندهم واحد قابلية انهم باش درنا لهم ديك يعني التحسيس لهذا العمليه ديال التشجير بمناسبه اليوم الوطني للشجره واليوم العالمي للغابه. والحمد لله لقينا واحد الصدى كبير من قبل التلاميذ ولا اطر المؤسسه والنيابه التعليم والتربيه الوطنيه. الحمد لله قمنا بعمليه التشجير لكل شجره لكل تلميذ، بما فيه ان جميع تلاميذ المؤسسه شاركوا في التشجير وغرسوا الاشجار وغيحافظوا عليها ان شاء الله. وهذا هو الاساس وهذا هو الهدف ديالنا، اننا نغرسوا فيهم روح المبادره، روح التضامن معنا، روح يعني التشجير. و يمكن تكلمي على الاهداف ديال يعني العمل يعني اللي كتقوموا بها في المؤسسه ديالكم والشراكه اللي عندكم مع النيابه، يعني المستوى ديال الشراكه. لا الحمد لله فيما يخص مؤسسه تسليم جاردن، شركه تسليم جاردن، كنقوموا فيما يخص يعني اتفاقيه يعني مبدئيه وشفويه بالنسبه لنيابه التربيه الوطنيه. بغينا يكونوا جميع المدارس فيهم الحدائق وفيهم الاشجار، يعني هذه مبادره في الاول انسانيه وبدون مقابل، حيت وليداتنا حنا راه كاباء كنهضر كاب كنهضر، لان وليداتنا تا هما بيناهم يعيشوا في واحد البيئه سليمه لا في المؤسسه ولا خارج المؤسسه، واي نشاط فيه كيفرح وليداتنا احنا هما الاوائل ان شاء الله بحول الله فيه. ونتمنوا من الله يوفقنا للمزيد من الاعمال ان شاء الله بحول الله.